كل شيخ بالنسبة للحاج هل يوتر يوم ليلة النحر؟ نعم الحاج يوتر ليلة النحر؟ لماذا لا يوتر؟ يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. بعض العلماء يقول إنه ما ورد عن الرسول. بعض العلماء يقول إنه ما ورد عن الرسول إنه ينام مباشرة. إذا لم يرد ولم يرد الترك أو النهي عنه، وش الأصل؟ الأصل بقاء الحكم، فيوتر حسب عدد ما يوتر له، ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس حسب ما يوتر به.